إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى معيشته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. لازلنا مع ذكر الأحوال، أحوال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه. ذكرنا يعني الأسبوع الماضي بناء البيت، وقبل ذلك زواجه عليه الصلاة والسلام من أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. الآن لمحة عامة ذكرها المصنف عن حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. فأول ما ذكر المصنف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما، كما قال الله جل وعلا وهو يذكر هذه النعمة وهذه المنة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فقال المصنف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرث صلى الله عليه وسلم من والده شيئا، فإن أباه وهو عبد الله بن عبد المطلب هو أصغر الأبناء، والنبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه، وأبوه مات صغيرا أصلا، فما ترك مالا. فحال النبي عليه الصلاة والسلام في صغره إلى أن يعني ضارب في مال خديجة لم يكن له شيء، بل كان يعمل كسائر الناس كما سنرى إن شاء الله. قال: لم يرث صلى الله عليه وسلم من والده شيئا، بل ولد يتيما عائلا، فاسترضع في بني سعد، ولما بلغ مبلغا يمكنه أن يعمل عملا كان يرعى الغنم. وهذه سنة الأنبياء والمرسلين، يعني ما من نبي إلا ورعى الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام رعى غنما لأحد رجالات قريش على قراريط، والقراريط هي أقل يعني أقل النقد، أقل من الدينار وأقل من الدرهم. تستطيع أن تقول هذا المال يعني لا يسوى شيء، لا قيمة له، وكي مع ذلك رعى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه فائدة مهمة، وهو أن الإنسان الصالح والإنسان مثلا طالب العلم، والرجل الذي ينتسب إلى العلم وينتسب إلى الصلاح وينتسب إلى الخير لا ينبغي له بحال من الأحوال أن يكون عالة على الناس، بل ينبغي له أن يجد وأن يجتهد وأن يكتسب، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من مشى على وجه الأرض اكتسب من رعي الغنم، واكتسب من التجارة، وبعد البعثة اكتسب من يده بالجهاد في سبيل الله، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد بلسانه ويجاهد بيده. طيب، قال: فكان يرعاها لأهلها على قراريط، هذا ذكرناه. ثم فائدة يذكرها المصنف هنا، يقول: وجود الأنبياء في حال التجرد عن الدنيا ومشاغلها أمر لا بد منه، لأنه يريد أن يتفرغ إلى الدعوة
يتفرغ للدعوة إلى الله جل وعلا وتبليغ رسالات الله، لأن الإنسان الذي يشتغل بالدنيا اشتغالا ربما يأخذ كل وقته. طيب، ما هو الوقت الذي سيبقى للداعي إلى الله عز وجل أو للعالم من أجل أن يبلغ رسالات الله؟ ما يبقى الوقت. لو إنسان يشتغل من كما يقال من طلوع الفجر إلى بعد غروب الشمس، ووقته كله يصرفه مثلا في عمل من الأعمال، فالعالم وطالب العلم الذي يريد أن يبلغ رسالات الله جل وعلا لابد أن يقتطع من وقته لهذا الغرض العظيم. فالأنبياء والرسل جل وقتهم كان لتبليغ الرسالة، فلم تكن الدنيا تأخذ من أوقاتهم يعني حيزا كبيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يبلغ دعوة الله، لا بد أن ينصح، لا بد أن يفصل ويحكم، لا بد أن يعلم، لا بد أن يبلغ، فوقته الشريف كله لهذه المهمة العظيمة. فلهذا كانوا من المقلين، كانوا يعملون، كانوا يكتسبون. نعم، فالأنبياء والرسل ما كانوا عالة على الناس ينفقون عليهم، حتى إنهم ما كانوا يسألون الناس أجرا. ولهذا لو تتأمل يعني أخبار الأنبياء والرسل في القرآن تجد هذه السمة: قل ما سألتكم عليه من أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا. يعني الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله، والإنسان ينبغي له أن يكتسب. نعم، في الزمان الأول كان العلماء يكتسبون من بيت المال، لكن ربما في هذا الزمن الشيء قليل الآن. إن لم تكن للإنسان وظيفة مثلا حكوميا، كأن يكون مثلا مدرسا أو يكون مثلا يعني له وظيفة من الوظائف، طيب إذا لم يكن له يعني باب من أبواب الرزق، طيب من أين يأتيه؟ ينتظر الناس يعطونه؟ هذا لا ينبغي، لأن الدعوة ينبغي أن تكون خالصة لله جل وعلا. فلهذا قال الأنبياء كانوا في حال من التجرد من الدنيا، لأنهم لو وجدوا أغنياء لأنهم لو وجدوا أغنياء لألهتهم الدنيا وشغلوا بها عن السعادة الأبدية. والآن ترى يعني أحوال أهل الدنيا الذين يشتغلون بالدنيا اشتغالا ربما يأخذ كل وقتهم من ليل أو نهار، لا يبقى لهم وقت للتعلم ولا وقت لإصلاح آخرتهم. فهؤلاء يحتاجون إلى من ينبههم، إلى من يوقظهم من غفلتهم من أهل العلم. طيب لو كان العلماء ولو كان الأنبياء بهذه الحال، طيب كما قال ابن المبارك رحمه الله: يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. يا علماء الدين يا ملح البلد، لأن الملح هذا يعتبر من الأشياء التي تصلح الطعام. طيب الحل لا يمكن أن تأكلها وحدها، لكن لا بد من قسط من الملح، فالملح يصلح. فقال: طيب إذا فسد الملح من يصلح الطعام؟ فقال: أنتم ملح البلد. يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الدين إذا من يصلح الملح عفوا إذا الملح فسد. طيب، فقال: لو وجدوا أغنياء لألهتهم الدنيا وشغلوا بها عن السعادة الأبدية. ولذلك ترى جميع الشرائع الإلهية متفقة على استحسان الزهد فيها والتباعد عنها. طيب، هنا ملحظ: ربما بعض الناس إذا سمع كلمة الزهد يفهم منها أن الإنسان لا يكون له لا نقير ولا قطمر ولا فتيل، ما عنده شيء. هذا ليس معنى للزهد، وإنما الزهد هو التقلل، ليس الإكثار أو الاستكثار. الزهد هو البعد عن الحرام. الإنسان إذا استقام على الشرع فأكل الحلال وابتعد عن الحرام وكان كسبه كسبا حلالا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيهم أغنياء، الخلفاء الأربعة كلهم كانوا من الأغنياء، بل تستطيع أن تقول العشرة المبشرون بالجنة كلهم كانوا أغنياء
ما كانوا فقراء، لكن كانوا يكتسبون من أجل أن ينفقوا في سبيل الله، وكانت لهم دور وكان لهم خيل وكان لهم متاع، لكن كانوا أزهد الناس. يعني كانت الدنيا في أعينهم من أحقر الأشياء، ولا يعيرونها يعني اهتماما ولا يعطونها وزنا أصلا. هذه الدنيا همهم الآخرة، ومع ذلك يكتسبون. هذا هو الزهد الحقيقي. وسار على هذا الضرب كثير من أهل العلم من الأخيار. عبد الله بن المبارك رحمه الله كان إماما مباركا كما قيل. عبد الله بن المبارك لقب بالإمام المبارك، وكان رجلا غنيا مكتسبا، وكان يجاهد في سبيل الله، وكان ينفق في سبيل الله، بل قالوا إنه كفل جملة من طلبة العلم، كان يكفلهم وينفق عليهم من ماله الخاص. ومن أشهر هؤلاء السفيانان والحمادان. السفيانان والحمادان، السفيان الأول سفيان الثوري، ثم سفيان ابن عيينة، والحمادان حماد بن سلمة وحماد بن زيد. هادو جبال العلم. من كفلهم؟ إمام في العلم اللي هو عبد الله ابن المبارك. فالمقصود بالزهد هو التقلل وعدم الاهتمام بالدنيا، يعني الاهتمام بها، التعلق بها. فرق بين التعلق وبين الاكتساب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجاهد في سبيل الله وكان ماله يأتي من الفيء ومن الغنيمة كان يدخر لأهله قوت سنة، لكن يدخر القوت ثم ينفق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك شيئا، حتى قال نعم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذن الأنبياء كانوا متقللين من الدنيا، لو تعلقوا بالدنيا لطعن فيهم الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه. هذه من الأشياء التي ميزت النبي صلى الله عليه وسلم. وسار على هذا الدرب أصحابه ومتبعه. يعني تخيلوا أنتم الآن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر ويخزن، شنو غادي يكون موقف الناس؟ يقول إنما تأخذ أموالنا لك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخر شيئا، على كثرة ما يأتيه الكثير ثم ينفق، حتى إذا لم يجد شيئا وعد ووفى. يعني يأتيه الرجل يسأله الشيء فلا يكون عنده شيء. يعني لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد شيئا يملأ العين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل شيئا أعطاه، لا يرد أحدا. حتى إن لما مرة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شملة، يعني ثوب، بمجرد ما أهدي له هذا الثوب من امرأة، قام رجل فقال يا رسول الله أكسنيها، يعني أعطني هذا الثوب من أجل أن يكون كساء لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ثم خرج فأتى بهذا الثوب، فعاب عليه بعض الصحابة، قال أما تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا؟ أما تعلم هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحي أن يرد أحدا، وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى هذا الثوب. قال والله إنما سألته ليكون كفني. أنا ما سألت يعني هذا الثوب لأنني أريد مثلا أن أتزين به وأحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما أردته ليكون كفني. فكان كفنه، كان صادقا في هذا الطلب. لما مات كفن بهذا الثوب. طيب الكلام يعني طويل في هذا الباب، لكن ثم قال المصنف رحمه الله. طيب الحين نحن نذكر المعاني، ما نريد أن نشرح يعني الكلام كلمة كلمة. قال وكانت حالتهم في صغرهم ليست ساعة بل كلهم سواء، الأنبياء والرسل، وتلك حكمة بالغة أظهرها الله على أنبيائه ليكونوا أنموذجا
لمتبعيهم في الامتناع عن التكالب على الدنيا والتهافت عليها من أجل أن يكونوا قدوة للناس. والأنبياء كلهم قدوات وأسوات نتأسى ونقتدي بهم في كل أحوالهم، وذلك سبب البلايا والمحن. ثم قال: وكذلك رعاية الغنم. طيب، المسألة الأولى هي مسألة التقلل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نشأ غنيا، أبوه غني وأسرته غنية وقام في الغنى، لا، وإنما نشأ في أسرة ليس عندها شيء، حتى كان يعين، قيل إنه كان يعين عمه أبا طالب لما اشتد عوده، يعني لما كبروا ولا كما نقولوا احنا رجل، كان يعين عمه لأن عمه كان ذا عيال اللي هو أبو طالب، لأن معروف أن لما مات عبد المطلب كفله أبو طالب. عبد المطلب مات وسن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر 12 سنة. طبعا الحال بعد 12 في الزمن الأول 12 سنة راه كان راجل ماشي بحال 12 سنة ديال دابا. فكان يعين عمه، ولهذا رعى غنما لأظن لابن أبي معيط والله أعلم على قرارته. طيب، المسألة الثانية، قال رعاية، هي هذه رعاية الغنم، فما من نبي إلا رعاها كما أخبر عن ذلك الصادق المصدوق، والحديث رواه البخاري. قال: وهذه أيضا من بالغ الحكم، وهي أن الإنسان إذا استرعى الغنم وهي أضعف البهائم سكن قلبه الرأفة واللطف تعطفا. هذه وحدة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه من الرقة وفيه من الرأفة وفيه من الرحمة ما لم يكن عند أحد. قيل هذه معاني مستفادة من رعاية الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذه الفائدة. قال: جعل الرفق فاش في أهل الغنم، وجعلت الغلظة والجفاء في أهل الوبر اللي هم الإبل، لأن عادة الذين يرعوا الغنم، الغنم لطيفة يعني في معيشتها في رعايتها، مش بحال الإبل. ولهذا الذي يرعى الإبل أولا يعني مناخ، أو المناخ التي تكون يعني يتكون في عفوا أهل الإبل يكون جافا ويكون قاسيا. لحم الإبل يوجب الوضوء، لبن الإبل قوي ما يستطيعه كل أحد. الإبل أصلا أحقد الحيوانات، يعني مثلا الشاة قد تضربها، مثلا قد تضربها، قد تنهارها، قد، لكن لا تؤذيك، لا تنتقم منك. ولكن الجمل أبدا أبدا لا ينسى. يقولون يعني في قصص كثيرة جرت لأهل الإبل، الجمل خصوصا الجمل الذكر إذا آذيته ولو مر ذلك سنين، على ذلك سنون عددا، لا ينسى ثم ينتقم لابد. هذا الجو يثمر قسوة وجفاء عند أصحاب الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رعى الإبل، رعى الغنم، والذي يرعى الغنم ينال من لطفها ورقتها ورحمتها. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن رعاية الغنم تكون سبيلا لرعاية الناس. كيف ترعى الناس؟ حتى الناس يحتاجون إلى مش إلى رعي، وإنما إلى رعاية، إلى سياسة. ولهذا الأنبياء هم أحق من ساس الناس بكلامهم بأحكامهم بأخلاقهم. فهذه فائدة ثانية تستفاد من رعاية الغنم. قال: فإذا انتقل من ذلك إلى رعاية الخلق كان لما هذب أولا من الحدة الطبيعية، لأن أنت لما كترعى الغنم ما كيكونش فيك عنف بخلاف لما ترعى غيرها من الحيوانات. قالك: والظلم الغريزي فيكون في أعدل الأحوال. طيب، مسألة ثالثة في يعني حياته قبل النبوة، إذا ذكرنا قضية الفقر
يعني والحاجة التي عاشها في صغاره، ثم حال رعاية الغنم. المسألة الثالثة قال: ولما شب صلى الله عليه وسلم كان يتجر، يعني انتقل من حال إلى حال، الشيء كله قبل البعثة. طيب، وكان شريكه السائب ابن أبي سائب، وهذا الأثر كان مضى معنا في كتاب البيوع في باب الشركة والمضاربة. وذهب بالتجارة لخديجة، يعني قبل ما يتزوجها طبعا الحال، لأنه يعني ذكر الأثر دي باب الزواج قبل، ولو ذكره بعد هذا لكان أفضل. قال: وذهب بالتجارة لخديجة رضي الله تعالى عنها إلى الشام على جعل يأخذه. الجعل يقال جعل ويقال جعالة، وهي الأجرة التي يأخذها الإنسان على عمل معين. هذا العمل قد يكون لحرفة، قد يكون حتى في المضاربة، يقال لهذا جعل. ومنه الحديث الذي ورد في الرقية في قراءة الفاتحة، لما نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا عند حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فقال: والله لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، جعلا أي أجرة. فصالحوهم على قطيع من الغنم، والجعل قد يكون نقدا، ذهبا، فضة، قد يكون متاعا، قد يكون يعني نعما، قد يكون، المهم يسمى جعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ضارب في مال خديجة رضي الله تعالى على جعل نصيب، قد يكون ثلثا، قد يكون ربعا، قد يكون نصفا، ما ندري ما كيهمناش حنا الآن، المهم مشي تاجر بمال خديجة والربح له نصيب مشاع. طيب، ولما شرفت خديجة بزواجه وكانت ذات يسار، يعني كانت امرأة غنية، هذا معنى ذات يسار، عمل في مالها وكان يأكل من نتيجة عمله. ونكرر هذه المسألة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عالة على الناس، حتى لما كان شابا يافعا ما كان جالس في الدار ويقول مثلا لعمو أنا غير يتيم، وأنا دبروا عليا، وأنا ما في من خدم. طيب الحال، حال النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكمل الأحوال، النبي صلى الله عليه وسلم حاله كانت أكمل الأحوال، حتى لما كانت تهدى الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم كان يثيب عليها. شنو كان فهموا من حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه ما كان يستغل أحوال الناس، ما يجيش عندها لباس عليه ويلصق فيه ويقول خصك تدبر على راسك، الناس كاع كيدبروا على راسهم تبقى أنت غير هكا، دبر. النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما كان. وهكذا طلاب العلم، وهكذا العلماء، وهكذا أهل الخير، بل المسلم عموما ينبغي أن يكون هكذا، ما يكون مثلا يستغل أحوال الناس ولا ينتهز الفرص. يعني المسلم ينبغي أن تكون له نفس أبية، لا يرضى بالدون، فاليد العليا خير من اليد السفلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في كل أحوال دياله، سواء قبل البعثة ولا بعد البعثة، دائما كي، لأن هذا الحال مدعاة لقبول دعوته. هذه غير وحدة، ولا هناك أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يعني من خلقه مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم ما علم عنه وما أثر عنه كاذب أصلا، أو خيانة أو غدر، أو كما قلنا المعاصي والذنوب، ما علم عنه زنا ولا شرب خمر ولا ظلم ولا تمسح مثلا بصنم ولا ذبح لصنم ولا أكل مما ذبح على النصب، وما علم عنه يعني خوارم المروءة، ما علم عنه مثلا توسد، ما كانش كيدور مثلا الناس ديال مكة ويتوسد كيقول دوروا معايا لوجه الله، دور هذا ما علاش؟ لأن هذا ينافي كمال الأحوال، لأن الوقت اللي غادي يجي النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم دعوة الله، ما يقدروش هاد المشركين عموما أنه يطعنوا شي حاجة من المسائل اللي كتطعن في الشخصية ديالو في العيار ديالو. لكن هما لما ملقاوش كابروا واتهموه بأشياء
هو منها بريء كما يقال براءة الذئب من دم يوسف. مع ذلك اتهموه بالكذب، لكن هل اتهامه بالكذب كان صوابا وصدقا مع الله؟ اتهامه بالشعر، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرض شعرا أصلا، حتى لما ذكر شعر أمية مرة قلب البيت حتى صححه له أبو بكر رضي الله عنه. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، قال ويأتيك من لم تزود بالأخبار، لأن النبي ما كان شاعرا أصلا، مع أنه نشأ فاش في بيئة الشعر، هم أهلهم يعني هم آباؤه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت له صلة بالجنون ولا بالسحر، لكن مع ذلك اتهم باش اتهم بالجنون والسحر، حتى كان بعض عقلاء الكفار اتهم إخوانهم من الكفار وقالوا له أبدا، حتى لما قال الوليد ابن المغيرة يعني شوفوا أقرب حيلة ممكن أن تتخلصوا بها من رسول الله هما أن تأتوا بشاب جلد من كل قبيلة فيضربونه بالسيف ضربة واحدة فيتفرق دمه بين القبائل، هذا هو الحل. أما تبقوا هذا شاعر، هذا كذاب، هذا مسحور، هذا مجنون، هذا يريد ملكنا، هذه التهم كلها غادي يضحكوا علينا الناس. المهم من هذا كله أن حال النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل، كانت أكمل الأحوال. وهكذا ينبغي أن يكون المصلحون، إن أنت لما تريد أن تصلح أحوال الناس ينبغي أن تكون أنت صالحا، وما تكونش عندك سوابق كما يقال بالمصطلح المعاصر. إذا كانت عندك سوابق مشكلة، سي كل ملف ديالك خصك تجيب لك سميتها ها حسن، خصك تجيب حسن السيرة، لأن أنت لما تواجه تخيل تقوم على المنبر الآن تخاطب الناس، وأنت كنت كتشفر ديال عباد الله، وأنت كتاكل ديال عباد الله، وكنت كذاب وتخل في المواعيد، ومهم وملفك أسود، وتقول للناس أيها الناس اتقوا الله، الله ودي ما جايش ولا لا، كنت كنت تقطع الطرق، كنت قاطع طريق، وبين عشي وضحى أيها الناس اتقوا الله، هذا ما يستقيم. داكشي علاش أهل السير اعتنوا بحال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ليخبروا الأمم كلها ممن حضر النبي صلى الله عليه وسلم وممن لم يحضر كحالنا نحن، والأمم كلها كل أمة من هذه الأمم اللي عايشة في العالم نقول لهم هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان قبل البعثة وكيف كان بعد البعثة، وما استطاع أحد إلا أن يكون كذابا أشرا، ما استطاع أحد أن يمس جناب النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. وها هي الآن كتب السير وكتب التاريخ وكتب الآثار، وها هي أخبار يعني الموافقين والمخالفين، لا تجد إلا كما قلت إلا أن يكون كذابا أشرا فقط. ديك سمع النام لا حيلة لك مع الكذاب. إذن قال ولما شرفت خديجة بزواجه وكانت ذات يسار عمل في مالها وكان يأكل من نتيجة عمله، وحقق الله ما امتن عليه في سورة الضحى، فقال ألم يجدك يتيما فآوى، أي فآواك، ووجدك ضالا فهدى، أي فهداك بحذف المفعول، ووجدك عائلا فأغنى، أي فأغناك، أغناه يعني بالإيواء والإغناء قبل النبوة، يعني الله جل وعلا قد آوى النبي صلى الله عليه وسلم ورعاه وكلأه وحفظه وستره وهيأه لقبول الوحي، فقال والهداية بالنبوة هداه للكتاب والإيمان ودين إبراهيم عليه السلام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان موفقا حتى في حجه، يعني ما كان يحج كما تحج أو كما يحج مشرك العرب، كان يحج على ملة إبراهيم، وكما قلت ما كان مثلا يتعلق بالأصنام، الله جل وعلا طهره وزكاه، ما عهد، لأن لو حصل هذا الأمر ووقع قبل البعثة
لكان في هذا حجة للمشركين، يقول كيف تنكر علينا وأنت في اليوم الفلاني تمسحت بالصنم، وأنت ذبحت للصنم، وأنت طفت بالصنم؟ هذا ما عهد وما أثر وما كان أصلا. كم مضى الوقت؟ ثلاثون. طيب نزيدوا مسألة. ثم قال سيرته، قال المصنف رحمه الله سيرته في قومه قبل البعثة، كان صلى الله عليه وسلم أحسن قومه خلق، يعني هذا الخلق اللي هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدانيه أحد أو يقاربه أحد، أي خلق من الأخلاق، غيرته، كرمه، صدقه، أمانته، عفته، رحمته، هذه أخلاق وغيرها. مهما كان الإنسان متى قبل البعثة كان هناك أناس فيهم تتجلى فيهم أخلاق، بعض الأخلاق ما نقول لكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتصف بخلق دنيء أبدا، بل الأخلاق الفاضلة الكريمة كان قد يعني كما يقال له فيها القدح المعلق. أي خلق من الأخلاق الطيبة النبي صلى الله عليه وسلم على رأس القائمة، فكان أحسن قومه خلقا، وهذا كان معلوم عند الخاص والعام، وأبعدهم عن الفحش والأخلاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما عهد منه أنه تلفظ بكلام بذيء فاحش، لأن يعني دائما نقول هذه المسألة لاحظوها، دائما لو عهد هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عنه لاحتج به المشركون، ما استطاعوا، ما استطاع المشركون كلهم. طيب الحال في مكة ما كانوا إلا مشركوا العرب، النصارى كانوا قلة، يعني النصارى كانوا على رؤوس الأصابع، اليهود على رؤوس الأصابع، فقش عاشر أو عاشره ولقيه اليهود والنصارى حتى لما ذهب هاجر إلى المدينة. طيب لما هاجر إلى المدينة ورآه اليهود وطبع الحال وعاشوا معه مدة في المدينة حتى أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بني قريظة وبني النضير وكذا، فاليهود عنده من الأخبار ما يدل على كمال خلقه، حتى هم ما استطاعوا أن ينبذوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال ببنت شافة أبدا، كابروا وجحدوا ما عندهم. ولكن باش يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم عنده خلق دني أو خلق ذميم، هذا لم يثبت وما ثبت. إذن وأبعدهم عن الفحش والأخلاق. ودائما نذكر إخواننا من طلاب العلم من أمثالكم أن يكونوا على هذا الهدي، لأن متبع النبي صلى الله عليه وسلم والمقتفي آثاره لا بد أن يكون على خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يستقيم أن تدعو الناس إلى الأخلاق وإلى هذا الدين العظيم وأنت في يعني كما يقول الدين في واد وأنت في واد آخر وأنت في مبعد عن هذا كله، هذا لا يستقيم. لكي يقبل قولك ونصحك وإرشادك لا بد أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صافين. إذن وأبعدهم عن الفحش والأخلاق، لأن يعني أحيانا الإنسان مثلا قد يكون متسما بسمة أهل العلم في الظاهر، لكن أحيانا لو جاهل عليه أحد وهنا يبين رسوخ الخلق عند طالب العلم. إذا جاهل عليه أحد كيف يتعامل؟ لأن احتفى هذه خصك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا عملوك الناس مزيان كتلقاك زوين، تأدبوا معك الناس كتلقاك مؤدب ما شاء الله خلوق ما شاء الله يقول طالب، لكن إذا جاهل عليك أحد هنا يبين هل خلقك راسخ وأصيل أم لا. لا تكون كما قال الشاعر ألا لا يجهلن
أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. والله اللي مشى حتى تقلقني ولا دير لي شي مشكل، والله حتى نسمع لي ما عمرو ما سمع. طالب العلم، نعم عندك ما تقول، لكن دينك وخلقك يمنعك. لأن شكون اللي كيمنع المسلم أنه يخرج الكلام البذيء ولا الكلام الفاحش؟ ماشي ما كيعرفوش، لا كيعرف ولكنه لا يفعل. ماشي ما قادرش مثلا يدير معصية، لا قادر، عنده قدرة. لأن المعاصي إذا تركها الإنسان عجزا لا يثاب عليها، لكن إذا تركها لله، ما معنى تركتها لله؟ أنت قادر عليها، هذه المعصية قادر تديرها، عندك قدرة، ولكن لا تفعلها. علاش؟ لأن تتركها لله، هنا تثاب. فإذا طالب العلم لا بد أن يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكي تقبل دعوته. إن قال وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال، من كل الصفات ما نحتاج هذه إلى شرح، حتى كان أفضل قومه مروءة. المروءة هذه من كمال الأخلاق، المروءة من كمال الأخلاق، ضدها خوارم المروءة. خوارم المروءة قد تكون بفعل أشياء محرمة، وقد تكون بترك أشياء مباحة. بعض الأشياء تكون مباحة لكن تتركها لكمال مروءتك. بعض الأشياء مثلا ما كديرهاش، نعطيكم مثلا البصاق مثلا، أعزكم الله، شيء محرم ولا مباح؟ مثلا تريد أن تبصقين أو أن تلفظ نخامتك، لكن هل تفعل أمام الناس؟ لا يمكن، لأن هذا ينافي المروءة. يعني مثلا التجشؤ ينافي مثلا المروءة. مثلا إنسان مثلا يكون في مجلس مثلا، هذا إذا كنت بوحدك مش إشكال، ها؟ مش محرم، ولكن أمام الناس مثلا، هذه مسائل دقيقة. الإنسان مثلا يجلس مثلا بهذا الثوب، السوفي تما مثلا ديال الصماطي، واش يجلس مثلا أمام الناس مثلا بها، واش هي محرمة؟ ها؟ أجيبه ماشي محرمة. علاش؟ لأن أنت ما كشفت يعني عورة، ولكن إذا غصب مثلا بالشورت فوق الركبة مثلا، نص ديال الفخذ ديالك باين، هذا محرم وهو من خوارم المروءة. ولكن ديك سيب السوفيت ما بالشورت وانت طالبين ولا بالكيتما، لا ملي تكون بوحدك شكل، ولا انت مع اهلك ولا شي شكل، ولكن امام الناس خصك تحافظ على مروءتك. ولهذا عبد الله بن عمر مره ولده راه خارجا حاسر الراس. طيب حاسر الراس بمعنى ما دير والو على راسه، حاس يدريس. لكن طيب الان حسر عن الراس يعني ما دير والو، ما دير طاقيه، ما دير طربوش، ما دير عمامه، ما دير، واش هو محرم؟ لا ليس محرما، وهذا من سنن العاده لا من سنن العباده. لكن هذا يختلف من مكان الى مكان، ومن زمان الى زمان، ومن بيئه الى بيئه. بعض البيئات مثلا عيب عندهم تكشف راسك، عندهم من خوارم المروءه. وهذا كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمر رأى ولده حاسر يصلي حاسر الرأس، قال يعني أرأيت يعني إن كنت خارجا للناس أكنت تخرج هكذا؟ قال لا، قال فالله أحق أن يستحيى منه. قال تريد تصلي مثلا؟ فانتبهوا الإخوان، يعني راه تغطية الرأس ماشي عبادة، كانت تقرب بها إلى الله، لكن هذه من المروءة. وحنا هذا حسر الرأس هذا يعني كنقولوا دائما في اللغة حسر، ما كنقولوش تعريات الرأس،
قولوا حسر الرأس بالسين شوية راه السين شوية هاد اليمات ماشي هو هذاك ما نضبطش قبل علينا بالله ما تقد الأمور إن شاء الله واخا قلنا حسر الرأس قبل ما يدخل هذا المستعمر الغاشم ما كان هذا الأمر معهودا عند الناس أبدا الطفل ربما إلى رجعتوا لبعض الصور وثائقية سواء كانت يعني فيديوهات ولا صور وثائقية أتلقى في الكتاب هما دايرين القب حتى كان شائع عند المالكية هاد المتأخرين أن بعد اللي ما عندوش القب ما يدخلش للمحرم كان إلا شي واحد تقدم غير بالطاقية كيردوه إلا ما كانش مع أن هذا ماشي شرط شرعي حتى كاع لو أن الإنسان صلى مثلا حاسر الرأس صلاته صحيحة ولكن علاش جبنا هذه القضية ديال قضية المروءة بعض الأشياء إذا فعلها الإنسان عد هذا العمل من خوارم المروءة ومن أفضل الكتب التي وقفت عليها كتاب للشيخ يعني أبي عبيدة مشهور ابن حسن سلمان اسمه المروءة وخوارمها كتاب فذ كتاب فريد من نوعه ذكر فيه كل ما يعني ذكره العلماء المتقدمون والمتأخرون مما عدوه من خوارم المروءة وقلت لكم هذه الخوارم منها ما هو محرم شرعا ومنها ما هو يعني ليس بمحرم لكن في بيئة من البيئات يعتبر ماذا؟ يعتبر مثل أعمال مثلا بعض الأعمال مثلا الكسال اللي في الحمام هذا عدوه منش من خوارم المروءة وهذا الخارم هذا قد يكون فيه محرم مثلا إذا كان كشف العورة مثلا أو مس العورة مثلا باليد ولا بالرجل ولا شيء عام ولكن كما تغير الحك ولا كذا ولا يعني بدون ما يقص لي العورة دي هذا ما يعتبر محرما لكن هذاك العمل وش يعتبر من 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 شريف الأعمال لا الحجامة عدوها كذلك من خوارم المروءة يعني أهل الشرف وأهل المنازل العالية لا يليق بهم تلقى مثلا عالم وقص كيشرط ها وفي الزمن الأول كانت أظهر أكثر يعني الحرم المروءة كانت في الزمن الأول أظهر علاش كان ذاك البوق وكيبقى يمص في الدم أما دابا الحجامة ظريفة ونقية وداك الشيء زوين طبلة وداك الشيء بياض مثلا لكن في الزمن الأول لا الزمن الأول تلقى مثلا عالم قال ذاك البوق والصق والجبيد والشرط وكذا كان ما يليق به ولكن هل الحجامة فعلها محرم؟ لا وين قلنا التي تدنس الرجال كان وكان أفضل قومه مروءة وأكرمهم مخالطة للناس للصغير والكبير والقريب والبعيد والحاضر والبادي والكافر والمسلم كل من خالط النبي صلى الله عليه وسلم رأى حسن خلقه قال وخيرهم جوارا إذا جاوره في المسجد إذا جاوره في البيت إذا جاوره في الصف لأن الجوار ما تفهموش من الجوار حتى يكون الدار حدا الدار الجوار قد يكون في الدكان لما أنتين عندك دكان وجارك عنده دكان لا بد من حسن الجوار طيب لو كنت مسافرا كنت مسافرا ونزلت منزلا ونزل أحد بقربك شنو كيتسمى جار لو خرجت في نزهة مثلا في بحر ولا خرجت في جبل ولا خرجت في وادي وجلست في مكان وجاء أحد الناس مثلا ولا بقربك شنو كيتسمى هذا جار لا تؤذيه برائحة كريهة لا تؤذيه بصوت مزعج لا تؤذيه مثلا بفعل مشين هذاك جار طيب لو كان في بيتك لو كنت في بيت عفوا جارك قد يكون فوقك قد يكون تحتك قد يكون عن يمينك قد يكون عن شمالك قد يكون أمامك قد يكون خلفك حتى بعض أهل العلم عد يعني الجار إلى أو يبلغ الجار إلى 40 بيتا بعض أهل العلم صافي إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس أو خيرهم جوارا وأعظمهم حلما هذه من الصفات التي تميز النبي صلى الله عليه وسلم الحلم متى يبين الحلم عند الغضب إذا أغضبك أحد هنا يبين حلمك ويبين طيشك وخفتك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس
يعني يأتيه الأعرابي يأخذه من هنا من قميصه ويقول له أعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك، حتى أثر القميص في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه. الأعراب تأتي مثلاً، الأقرع ابن حابس وكان من الأعراب، أتاه في وقت الظاهرة، في وقت يعني العورة، وطرق عليه الباب. الصحابة بطبيعة الحال كانوا يطرقون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير، هادو جاءوا يصرخون يا محمد في وقت الظاهرة، لأن هذا مشي وقت استئذان، ويقول الأخرج إلينا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحلم، حلم على اليهود، على المشركين، على الصغار، على الكبار. النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما، فحلم كانت هذه صفة مميزة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة فسموه الأمين. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.